بعد 6 سنوات من تعليق استيراد السيارات، جاء إعلان الحكومة الجزائرية عن لائحة نشاط وكلاء المركبات المستوردة التي تضمنت بنوداً تحمي حقوق العملاء، خاصة ما يتعلق بخدمات ما بعد البيع وتوفير قطع الغيار، إلا أنها في الوقت نفسه منعت استيراد سيارات الديزل المنخفض التكلفة في الجزائر، ما أثار ردود فعل متباينة. يا حبذا مافيا السيارات هذه يلقاو لها حلول، لأنهم درك يلقاو تاني هما حلول يشري باسمه باسم مرته باسم خاله باسم عمه، ونبقاو في نفس المشكلة. كان المراقبة البعدية ياريت يعني لو كان الحكومة تأخذ هذا الرأي بعين الاعتبار. مستورد كي يستلد السيارة باش يعطيها للمولاها لازم 45 يوم، مدة أقصاها 45 يوم، بكري كانوا مدة كبيرة يعني حتى يكره مسكين هذاك اللي شرى السيارة. في المقابل يرى المساهمون في إعداد اللائحة الجديدة أن السماح لكل مواطن بشراء مركبة واحدة فقط كل 5 سنوات هدفه القضاء على المضاربة وتوفير المعروض. دفتر الشروط يعطي يعني الواجبات ويعطي حقوق تاع كل واحد، بالوكيل من جهة والزبون من جهة أخرى. في وقت سابق قريب لما كان الوكلاء يعملون كانت هناك مشكل كبير، تروح لقاعة العرض تلقى سيارات غير موجودة غير متوفرة، ولما تذهب إلى السوق يعني خارج قاعة العرض تلقى السيارات موجودة بأثمانين باهظة. اليوم المشرع سمح لي كل مواطن باش يقتني سيارة كل 5 سنوات، هذا حفاظا على وفرة السيارات في قاعة العرض. حرص الدولة على الوفاء بالتزاماتها الدولية فيما تعلق بحماية البيئة كان واضحا في لائحة الشروط من خلال منع استيراد السيارات السياحية التي تعمل بالديزل. هناك معايير دولية لابد الدولة الجزائرية تخضع إليها، لهذه المعايير كانت غائبة. احنا نعرف باللي ديزل في الجزائر هو بسعر مخفوض جدا، يعني لو لم يكون عندنا أذهان لحماية البيئة في المستقبل، وتعرف السوق الجزائري عندما نسمح للمواطن الجزائري باقتناء السيارات، هذه احنا نقدر نقوله المئات الآلاف حتى الملايين راح تصب على الدولة الجزائرية. ويبقى التفاؤل بعودة أسعار السيارات إلى مستواها السابق مستبعدا بعد تأكيدات وزارة الصناعة أن تقلبات السوق الدولية هي من تتحكم في التسعيرة مستقبلا. بعيدا عن بنود لائحة السيارات الجديدة بسلبياتها وإيجابياتها، ينتظر المستهلك الجزائري بداية تسويق أولى السيارات المستوردة بعد انقطاعها لسنوات، أمر لن يكون حسب عاملين في هذا القطاع قبل نحو 6 أشهر. محمد برغل، الحرة، الجزائر.